سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم المقدمه متغيره كيف كتشوفوا في الفيديو، حين صراحه بالضبط هذا الفيديو اللي عاودت صورت لكم هذا المكان هذا بالضبط، جاوني عليه تعاليق وقالوا باللي راه بحال هاد الفيديوهات او هاد المحتوى ديال هاد الفيديوهات راه كيتابعوا حتى الاخوان ماشي غير الاخوات، وداكشي باش حاولت انني نبدل شويه المقدمه وحاولت انني نعاود نصور هاد السوق هذا اللي هو سوق سيدي عبد الله غيات اللي جا في النواحي ديال مراكش، وحاولت نصور لكم حتى الطريق اكثر بالنسبه لهاد الطريق هذه بالضبط اللي كتبان لكم في الفيديو. هذه الطريق اللي مشيتوا معها ديريكت كديكم الكارفور المازار. المهم كتمشيو طوال حتى تتوصلوا كتفوتوا للرومبا الاولى، كتوصلوا الرومبا الثانيه كيف كتشوفوا معايا وكتدوروا على يديكم اليسار. كتمشيو مع ديك الطريق اللي كنسميوها اكدال. هكا فيها شجر وفيها واحد المنظر اللي هو غزال بزاف بزاف. ان شاء الله باقي غادي نصور معكم هذا المكان هذا حيت هو زوين بزاف بزاف. المهم الى مشيتوا طول كتوصلوا لسيدي يوسف بن علي، والطريق راه واضحه وباينه، وحاولت انني نبسط لكم الطريق ونوريها لكم. وحتى السوق حاولت انني نصور لكم اكثر فاكثر، حيت ديك النوبه بصراحه كان سوق عامر وما قدتش نصور، وجاوني تعاليق بزاف قالوا لي ما صورتيش لنا مزيان السوق باش نتعرفوا عليه اكثر. هو بصراحه البنات راه او الاخوان والاخوات راه هذا السوق يستاهل انكم تزوروه، زوين وفيه كل شيء رخيص وتبارك الله كل شيء موجود فيه. المهم انا حاولت نصور لكم غير واحد البلاصه بالضبط، جهه ديال الخضره ديال اللحم ديال المهم، اما راه كاينه واحد جهه اخرى فيها الحوايج فيها الاتات فيها كل شيء، المهم كل شيء فيه. سوق اسبوعي اللي كيكون كل شيء فيه، وبالضبط كيكون هذا نهار الحد كيكون هذا السوق. المهم غزالاتي، ولفت انا غزالاتي. المهم اخوتي خواتاتي كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش خليوا لي واحد اللايك وتشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين فيها، وفرجه ممتعه. هذه الملحة هيك
كي تشوفوا معايا هادو هما الاجواء ديال السوق. المهم انا حاولت انني نصور لكم كل شيء، غير هو راه كاين اللي ما كيبغيش هكا يتصور الناس، وكيف كتشوفوا راني كنصور لكم غير لتحت لتحت. المهم يبان لكم اشنو كاين فيه وصافي. وكاينه واحد الجهه اخرى كيف قلت لكم فيها داكشي الاتات، فيها الحوايج، فيها المهم فيها كل شيء. السوق فيه كل شيء، سوق اسبوعي كي اي سوق كتمشيو ليه هكا اسبوعي، نفس الشيء فيه كل شيء. هنايا الخضره، بالنسبه للخضره راها رخيصه، كل شيء رخيص. المهم حنا سولنا على الخضره، وكانت معايا هنايا ماما وعرفت الاثمنه باللي الخضره هنايا ناقصه، وناقصة الثمن شويه على البلاصه فين ساكنين حنايا، على المدينه. والمهم مغزلاتي دابا غادي نصور لكم حتى بالنسبه للحم، بالنسبه كاينين الدوارات، كاين اللحم، كاين المهم اي رحم الراس، اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها، غير هو من الاحسن واحد بكري كتلقاو. دابا حنا كنا تشهينا المعزي ساعه ما لقيناهش، قالوا لنا راه الصباح كيسالي. هنايا تقريبا ديك الجوج هكاك باش جينا، وتبارك الله راه السوق عامر كيف كتشوفوا، الناس تبارك الله راه كلشي كلشي كيتقدى، كلشي كياكل تبارك الله. الخير موجود، وحتى الاثمنه راها رخيصه زعما ماشي غاليه. وهنايا حنا غادي نمشيو ديريكت عند واحد السيد اللي كنتقداو من عندو اصلا، ومشينا عندو ديريكت خدينا من عندو. هو اللي قالنا الصراحه ما كاينش اللحم في المعزي بلا ما تاخذوه، راه قالنا غادي يعطيوكم غير لحم اخر ديال النعجه ولا شي حاجه، ويقولوا لكم راه معزي. الا فتو الصباح راه ما باقيش تلقاو المعزي نهائي. عفوا نهائيا. المهم انا غادي نكمل لكم تشوفوا، وها انتم معايا. ايش هذا الشيء؟ ايش هي تشك من هذا الشيء؟ ما يجي جوك بدايك وشخور شخور ثلاث مئة ايش بدولك عاوتاني ديك ناس ما كانش حطو تيبان لي ناقص شوية هاو القوسية ما كاينة ها محمد كاين الغلا شحال من فيلو 1000 ريال الحمرا خليتو لا بلاش
بغيت نشوفو مع هذا اللي مشي جاي واخا يلاه خلي دار الادوا مرسي يلاه جات بيدي جويجه ولكن ماشي جويجه مزيانه هاني زدت التاخر بالمعقول تنهضر معاك شوفي انت اش درتي معاك في الثاني هز 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 ماشي هذيك العربيه ديال هذاك قال لي درتي الناس تبقى لي يا صاحبي شنو بغيتي تشوف شنو بغيتي تشوف حاجه قولي لي راه ما عندي مشكل انا ياك ما صوت لك هادشي باش تعرفي شنو هو لا بلاش ماما دير هذا دور دكيت انصو هجت لي ستيتي ها هما انتوما انا لا عمري سير لا عمرنا عمري بالناس راه مولف فور بلايصه مرة اللي ما فايت تبارك سيفتها اش بيدي هادوك ما هادوك مالك اروح عند جوج شحال دايرة هنايا كرشة جيرو كايني اروح عند جوج كروش وصافي كان هذا هو الفيديو ديالنا. المهم حاولت نصور لكم نقربكم اكثر للسوق باش تعرفوه مزيان. وكيف كتشوفوا بالنسبه للدوارات راه دايرين لهم 50 درهم للكيلو. هذاك السيد بالضبط قالنا 50 درهم يخليهم لنا للكيلو. والدوارات تقريبا كتكون فيها واحد 3 كيلو ونص. صافي غزلاتي ومن بعد تغدينا تما وصافي وجينا في حالنا وجدينا الطريق باش نمشيو في حالتنا. المهم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم ما تنساوش خليو لي اللايك وتشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. بسلامه غزلاتي.